مرحبا بكم في موجز إخباري. أعلن معتمد اللاجئين في السودان موسى عطرون أن المعتمدية تعكف للحصول على معلومات حقيقية بشأن الاتهام المتعلق بمشاركة اللاجئين في الحرب في السودان من عدمها، وقال إن هناك اتهاما بمشاركة لاجئين من جنسيات إثيوبية وتشادية وجنوب سودانية في الحرب الحالية بالسودان، وأضاف: لكننا سنتقصى من الأمر لمعرفة إن كانوا عناصر مرتزقة من نفس الجنسيات أم لاجئين. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة كارثية بين أبريل ويوليو، وهي فترة عجاف بين موسمي الحصاد، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم. وقال بيتر جراف ممثل المنظمة في السودان، قال إن الأزمة تتمثل في وقوع أشخاص أضعفهم الجوع ضحية أمراض معدية وانهيار نظام صحي على وقع القتال المتواصل في البلاد. قالت مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية موليفي إنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع السوداني، ويجب تكوين حكومة مدنية انتقالية. وأشارت في تصريحات منشورة إلى أنها التقت ممثلي مجموعات المجتمع المدني النسائية السودانية للتأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة للمشاركة الكاملة للمرأة في الحكم. فرت عشرات الأسر من منطقة الزورق بشمال دارفور غرب السودان، ذلك جراء الغارات الجوية التي ينفذها سلاح الطيران التابع للجيش السوداني. وقال سيف الملك محمد مدير منظمة ريان للتنمية الاجتماعية، قال إن المواطنين الفارين وصلوا إلى مدينة كتم غرب الفاشر وقاموا في مراكز الإيواء بالمدارس، مما شكل ضغطا غير مسبوق عليها. وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة سلطات محلية بحري بإيجاد آليات للتواصل مع المواطنين الموجودين داخل الأحياء، سيما في ظل زيادة مضطردة في المناطق الآمنة، مع العمل في ذات الوقت على مواصلة تقديم العون للسكان في كرري وتنظيمهم عبر نافذتي الجرافة والريف الشمالي، وذلك بحيث يتم تحقيق الشمولية لكل الفئات المستحقة للتعب. نهاية موجز الأخبار قدمناه لكم عبر منصة السودانية 24. تقبلوا تحياتي.